رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. رائد، أهلا وسهلا بك. يعني ربما اليوم نرى تراجعات في الأسواق، لكن هذا لا يمنع من أنه كان شهر استثنائي، وكان استثنائي على مستوى العالم بشكل عام. ماذا نتوقع لشهر ديسمبر؟ يعني أعتقد أنه السبب الرئيسي هو الإفورية التي تمتلكها المرتبطة باللقاح وإيجاد اللقاح، وهذه النظرة الإيجابية التي يعني استغلها المستثمرون حقيقة ودفعت بهم إلى يعني المخاطرة بشكل أكبر، بتوقع أن يكون هناك أداء أفضل للاقتصاد العالمي في الفترة القادمة. ولذلك رأينا المحاولات الداو جونز الارتقاء فوق مستويات 30,000 نقطة، وهي مستويات إن صح التعبير هي مستويات لم نشهدها حتى قبل أزمة كورونا. صحيح. يعني نتحدث عن مستويات تاريخية. إذن يوجد هناك رغبة حقيقية من قبل المستثمرين بالولوج بالمخاطرة بشكل أكبر، وهناك ثقة أكبر بالفترة المستقبلية القادمة أن كورونا بتأثيراته السلبية سوف يتلاشى تدريجيا، وهناك ثقة بمزيد من التدخلات التحفيزية أو على الأقل استقرارها في الفترة القادمة. بالتالي أداء ديسمبر يعني ممكن يكون فريد نوعا ما بالمقارنة مع الأعوام الماضية. ديسمبر عادة يكون هو له خصوصية أصلاً، صحيح أنه مكتنف، أو خلينا نقول هو مركز أكثر على البلاك فرايدي وعلى المبيعات التجزئة وما إلى ذلك. الآن يوجد محاور أكثر في يتم الحديث عنها، يوجد فقاعة، يعني لا أريد أن وصفها بالفقاعة التكنولوجيا، ولكن ارتفاعات حادة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بشكل عام، على الرغم من أنه في عندي شركات تقليدية كان ينظر إليها بشكل كبير في ثانكس جيفينج، ويعني في موسم العطلات، وهي ترانسبورتيشن أو المواصلات والطيران والأفييشن. أعتقد لا تزال حتى في نصف ما كانت عليه في العام الماضي. مع ذلك يوجد ثقة إيجابية، والتراجعات تبقى محدودة نوعا ما في الأسواق. إذن يوجد هناك ثقة من قبل المستثمرين أن التحفيزات مستمرة لفترة أطول. بماذا تفسر رائد أن القيادة في الارتفاعات كانت لعدد من البورصات العالمية، منها على رأسها بورصات أوروبية في واقع الأمر، وكذلك بينها بورصات ناشئة؟ يعني أعتقد كمان في عنا من الرغبة بالمخاطرة، في عندي العديد من العملات حتى الناشئة حظيت بمزيد من المتابعة، حظيت بمزيد من الاهتمام، عنا ارتفاعات. ولكن ما ننظر إليه هي في المنطقة الأوروبية، أنه في عندي أيضا مايلستون جديدة وهي البريكزيت، والتي ممكن أن تعم إيجابيا على المنطقة الأوروبية وعلى بريطانيا على وجه التحديد، إذا ما كان هناك خروج باتفاق. هذا يحفز نوعا ما رغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين، وعم يتفسر هذا الأمر إيجابيا. إذن ترى من الزخم ما يكفي لتكملة الرالي في أسواق الأسهم. طيب هذا الضعف في الذهب، هل يعني الأمر بأنه سينسحب ويمشي معنا لما بعد بداية 2021؟ يعني إذا نظرنا سريعا إلى CME، تظهر لدينا أنه عندنا لكل بوت على الأقل في عندي 3 أضعافه باي، يعني عم بيكون في عندي طلب مستقبلي عن شهر يناير أكبر بكثير باتجاه الشراء من البيع. هذا يعطيني صورة أنه هذه الانخفاضات مؤقتة وعودة للارتفاع. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.